إذا نبدأ. أول حاجة بغيتي نتكلم عليها هي قانون أوم. قانون أوم كيقول لنا أن U تساوي R في I. إمتى كنطبقوه؟ كنطبقوه ملي كتكون عندنا مقاومة R كيمر فيها تيار كهربائي I والتوتر ديالها هو U. إذن في هذه الحالة كاين علاقة بين I و R و U هي U تساوي R في I اللي كنسميه قانون أوم. بالنسبة للوحدات U هو توتر دونك الوحدة ديالو هي الفولت، R هي مقاومة القيمة ديالها ولا الوحدة ديالها هي الأوم، و إي هو تيار كهربائي أو شدة تيار، كنقول شدة تيار أو التيار مباشرة، والوحدة ديالو هو الأمبير. هذا هو القانون الأول. ثم عندنا الحاجة الثانية اللي غنشوفو هي منحى التيار الكهربائي في دارة. لو هذا خصنا نعرفوه مزيان، لو أول حاجة كرسمها في الدارة هو التيار الكهربائي. رغم المنحة دائما يخرج من القطب الموجب للمولد الكهربائي، كيخرج من القطب الموجب كيمشي نحو الدارة الكهربائية، ثم يرجع إلى القطب السالب للمولد الكهربائي. نعطيو مثال سهل ديال مولد ديال التوتر الكهربائي. مثلا في دارة RC غنلقاو فيها مقاومة R وغادي نلقاو فيها مكتف C. الوغ التيار الكهربائي كنجيو كنشوفو المولد ديالنا، فين هو القطب الموجب؟ القطب الموجب هو هاد الطويل، هذا هو القطب الموجب. إذا التيار كيخرج من القطب الموجب كيمشي بحال هكا و إي وكيمشي نحو الدارة الكهربائية، كيدخل R كيدوز من سي ثم كيرجع من الدارة وكيعاود يدخل في القطب السالب ديال المولد الكهربائي. مثال آخر، إلا عندنا مولد ديال التيار الكهربائي، هذا كان مولد ديال التوتر الكهربائي. دونك إلا عندنا مولد ديال التيار الكهربائي مثلا في دارة R L، الو القطب الموجب دونك انا خاصو يبين لينا فين هو باش نعرفو منين كيخرج التيار الكهربائي. دونك خاصهم يا اما كيديروا بلوس موان ولا بلوس هنا، بحيث التيار غادي يخرج من القطب الموجب وغادي يمشي نحو الدارة وغادي يرجع حتى لهنا. طبيعة الحال الا رسموا لينا نفس هاد الدارة ولكن داروا القطب الموجب لتحت، نفس هاد الدارة دي والقطب الموجب لتحت، التيار غادي يخرج من القطب الموجب. إذا القاعدة ماشي هي أنه دائما كيطلع للفوق ولا دائما كينزل لتحت، ولكن كنشوف القطب الموجب ديال مولد التيار الكهربائي أو لا مولد التوتر الكهربائي، وكيخرج من البلوس كيمشي
للدار ومن بعد كيرجع للقطب السالب. وكذا بالنسبة لمن حتى التيار الكهربائي. ثم عندنا منحى التوترات أو التوتر الكهربائي. الوغ منحى التوتر الكهربائي عندنا جوج ديال الحالات. عندنا الحالة ديال المولدات الكهربائية وعندنا الحالة ديال المستقبلات، كل واحد عنده حالة ديالو. الوغ الا عندنا المولدات الكهربائية مثلا مولد توتر الكهربائي، في هذه الحالة العلاقة هي كنعقلوا ان التيار اي و التوتر U لهما نفس المنحى. التوتر اي والتوتر U لهما نفس المنحى في حالة ديال المولدات الكهربائية. مثال مولد التوتر الكهربائي، مولد التيار الكهربائي، مولد توتر مثلثي او لا مربعي، حتى هما عندهم نفس العلاقة اي و U نفس المنحى. ثم عندنا بالنسبة للمستقبلات، الوغ المستقبلات بحالاش؟ بحال المقاومة R، بحال المكتفات C، بحال الوشيعات L، أو لا الصمام ثنائي D. الوغ كاع هادو مستقبلات. الوغ شنو هي القاعدة في هاد الحالة؟ في هاد الحالة خاصنا نرسمو التوتر الكهربائي بحيث التيار اي والتوتر U لهما منحيان متعاكسان، يعني اي و U عندهم منحيين متعاكسين بالنسبه للمستقبلات. ناخذ شي مثال سهل هنا ديال الدار. الا خدينا بحال هكا مولد ديال التوتر ودرنا حداه واحد المقاومه ومن بعد مشينا وهنا درنا واحد المكتف ومعه واحد الوشيعة ومعه هنا واحد المقاومة أخرى. دونك عندنا إغ، هادي غنسميها إغ بخيم، هادا غنسميه سي دي إل، وهادا جي أولا أو. ألوغ باش نرسم التيارات والتوترات، أول حاجة كنبدا كنرسم التيار الكهربائي. الوغ التيار الكهربائي كنشوف المولد فينا هو وكنرسم تيار خارج من القطب الموجب وغادي للدارة وغادي للدارة سي، غيدوز من سي، غيدوز من ار، غيدوز من اخ بخيم، ومن بعد غادي يرجع للقطب السالب ديال او ديال المولد. ثم نجي دابا ورسم التوترات. الوغ التوتر، اول توتر غنرسم هو ديال او اللي هو في هذه الحاله مولد، هو مولد ديال التوتر الكهربائي. اذا اي و او خاص يكون لهما نفس المنحى. اي ديجا رسمت المنحى ديالو، اذا التوتر او ديال او غادي يكون في هذه
الملح هذا يعني عنده نفس الملح ديال اي نقدر نسميه U E ثم نجي ل R R مقاومة إذن هي مستقبل إذن التيار والتوتر عندهم منحين متعاكسين التيار كيدخل ليها بحال هكا إذن التوتر ديالها خاصو يكون في المنحى المعاكس ديال هذا التيار اللي داخل ليها اي طالع و يو ار نزل نكمل دخلنا المكتف التيار داخل بحال هكا المكتف هو مستقبل إذن التوتر ديالو خصو يكون معاكس للتيار وهذا هو يو سي ال وشعاع ايضا مستقبل إذن التوتر عكس التيار هذا هو يو ال ثم وصلنا للمقاومة المقاومة حتى هي مستقبل توتر عكس منحى التيار إذن U R بريم خاصه يكون في هذا المنحى إذن القاعدة سهلة المولدات E و U نفس المنحى المستقبلات E و U منحيان متعاكسان ثم ندوزو القانون آخر اللي هو قانون تجميعية التوترات alors قانون تجميعية التوترات قانون ديال تجميعية التوترات انا غنشوفو فيه دي زيتاب يعني مثلا منين كتكون عندنا اسمو مثال عندنا واحد الدارة ار سي عندنا مقاومة ار وعندنا مكتف سي بحال هكا الوغ اول حاجه باش نطبقوا هذا القانون تجميع التوتر عندنا دي زيتاب الوغ لا بروميير ايتاب اللي كنديروا نرسم منحى التيار خاصنا اولا نرسم منحى التيار في الدارة الكهربائيه ثانيا نرسم منحى التوترات U